صديقاتي أصدقائي الكرام، موضوع الحلقة الحالي موضوع توثيقي ويمنع أي التباس، مثل ما لما حددنا من هو أول من أدخل أوبرات إلى السينما المصرية أو السينما العربية، كان بشهادة الجميع وبالأرقام الموسيقار فريد الأطرش مع أوبرات انتصار الشباب وغيرها من أوبراتات، لأنه كانت هي تملك كل شروط الإيمان بها حتى تكون أوبرات سينمائية. ولو سيد درويش كان عنده أوبرات المسرح اللي كانت تستغرق ساعة، مع فريد طبقها بالسينما بحدود بين 10 و12 دقيقة. الموضوع الحالي توثيقي بامتياز لمنعا لأي تأويلات في الخير في المستقبل، ونرجع لنفس الموال نفس الطريقة اللي هي نحكى فيها. بكل أسف بالميديا وبالمواقع يا ريت بتخف الأصوات اللي عم تحط أخبار باختصار شديد غير دقيقة، بلش استعمل كلمة تانية غير دقيقة، لأنه كانوا حاولوا يمشوا خبرية إنه كل ممثلة مثلت مع الفنان الكبير اللي أنا بحبه كتير وبقدره عبد الحليم حافظ، هيدي نفس الممثلة لاحقها حسب تعبيرهم الموسيقار الكبير فريد الأطرش، اللي هو جزء لا يتجزأ من عظمة السينما ومن تاريخ السينما بالأفلام ال 31 اللي مثلون. عبد الحليم مثل 16 واثنينهم كانوا ناجحين كمبدعين، ولكن الحقيقة بمكان آخر بالنسبة لقصة من الذي يلاحق الممثلة. كل شيء بطل بقول إنه بالأرقام وبالحقيقة إذا ابتدينا بفاتن حمامة، فاتن حمامة هالممثلة العظيمة، شو بنشوف؟ بنشوف إنه أول من مثلت معه كان فريد الأطرش بفيلم لحن الخلود عام 1952، بينما مثلت مع عبد الحليم حافظ سنة 1955 في فيلم أيامنا الحلوة. إذن في فرق 3 سنين لصالح فريد. هالشي كمان بيدحض المقولة اللي كانوا بيحكوا عنها. 2، مريم فخر الدين كمان ابتدت بالتعاون مع فريد مش مع عبد الحليم سنة 1954 برسالة غرام، بينما بحكاية حب مع عبد الحليم مثلت سنة 1959، يعني بعد 5 سنين مع عبد الحليم. ماجدة مع فريد سنة 1952 ابتدت في لحن الخلود، بينما 1957 بعد كمان نفس الشيء بعد 5 سنين مثلت بنات اليوم مع عبد الحليم. نجي لصباح مثلت 1948 بلبل أفندي مع فريد، بينما 58 يعني بعد 10 سنين مثلت مع شارع الحب. نجي لمديحة يسرى، عم تحكي مع الممثلات الكبيرات المبدعات اللي ملأوا تاريخ السينما المصرية والعربية. مديحة يسرى كمان مثلت مع عبد الحليم بلحن الخلود، مع فريد عفوا بلحن الخلود 1952، بعد منها بعشر سنين مثلت مع عبد الحليم الخطايا. عم بحكي كل هالشي تأوصل لنتيجة. بيبقى في عنا إيمان مثلت بنفس السنة مع فريد ومع عبد الحليم، مع فريد قصة حبي ومع عبد الحليم أيام وليالي. بيرجع في عنا خير شاهد على اللي كان يصير بالأرقام، لبنى عبد العزيز. بتمنى كل إنسان من اللي عم يشوفونه وبيسمعونا يفوت على لبنى عبد العزيز وقصتها مع فريد وعبد الحليم، وتتكشف كل الأمور بدون إعادة الحقائق من جديد وتكرارها. وهي بتثبت بالقول والفعل إنه كان هناك تشبث من عبد الحليم بأن ما تروح تمثل مع فريد، وبالرغم كل شيء هي اللي مثلت بال 1957 الوسادة الخالية، بينما مع فريد مثلت 1962 رسالة من امرأة مجهولة بعظمة لسانها حكيت لازم ينحكى، وتعري الحقيقة وتناقض كل ما قاله الآخرون. زبيدة ثروت
صحيح مثلت يوم من عمري مع عبد الحليم بال61 مع فريد بال73 زمانية حب. وهيدا بال73 الشيء الرائع بالموضوع انه المخرج هو اللي اختارها، يعني كان بالتوافق مع فريد بس مش فريد اللي مشي ورا الموضوع، بينما هي كمان مثلت دور اكثر من رائع. هلق نرجع نجي لاخر شيء حتى نكون شوي واضحين. اخر فيلم عند فريد كان بال1974 نغم في حياتي، واخر فيلم لعبد الحليم كان 1969 ابي فوق الشجره. ابي فوق الشجره مثلوا اذا مش غلطان مع ناديه، مع ميرفت امين. الخطايا كان مع ناديه لطفي، بس مع ميرفت امين كان 1969، وكان اخر فيلم مثلوا عبد الحليم. هلق مقارنة بعد في بستشف شغلة وحدي انه بالمجمل المثلات كلهم فريد مثل معهم قبل عبد الحليم تقريبا 90% من المذكرون بالارقام واسماء الافلام. والحقيقة الثانية انه فريد ما ترك السينما حتى ودع هالدني ورحل عن درب هالدني، وكان بعده عم يمثل لانه ما قدر شاف الفيلم. الفيلم عرض بال75 وهو الله يرحمه توفي بال74. وعبد الحليم كمان الله يرحمه اخر فيلم كان عنده ابي فوق الشجره 1969، ولكن كانت وفيته بال1977. بهالثمان سنين ما قدر مثل الله يرحمه اي فيلم بسبب وضعه الصحي الذي لم يساعد في تكمله سلسله افلامه الناجحه. من هالزاوية هاي عبد الحليم بأفلامه 16، فريد بأفلامه 31، نينهم اعتزوا صغيري فيهم، ولكن عم نحط الأرقام والوقايع. ويكفينا شرف إنه جريدة لوموند الفرنسية اللي حطت فريد في المركز الثامن ما بين العشرة الأوائل ممثلين بنفس الوقت الممثلين المطربين في العالم أجمع. تحية لكل عشاق فريد، تحية لكل عشاق عبد الحليم. عم نحكي وقاية حتى منرجع نوقع بنفس الخطأ ونعلن انه والله الفريد كان يتابع المثلات اللي كانوا مثلوا عبد الحليم، هذا كلام خاطئ 100%. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا، ان شاء الله نكون وصلنا الرسالة بطريقة راقية وبطريقة حلوة. شكرا جزيلا.